يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من النساء قاموا بجمع مال لبناء مسجد وقد مر عليه سنتان، فهل يجب عليه الزكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، لأن هذا صدقة وتبرع للمسجد وليس للاستثمار، فلا تجب فيه. هذا مثل أموال الأوقاف، أموال الأوقاف ليس فيها زكاة لأنها هي تصرف لمصارف الزكاة. نعم.